تقترب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أحبتي في برنامجكم واقترب. طبيعي جدا أحبتي أن الإنسان إذا أصابه شيء من المرض أنه يذهب للطبيب. إذا كان المرض بسيط حيروح عند أقرب طبيب يأخذ أبسط دواء وينتهي الأمر، لكن إذا كان المرض عضال أي مرض صعب حيحاول يبحث عن يعني طبيب متمكن، وحيسأل عن هذا الطبيب، وحيشوف ناس سووا العملية أو تعالجوا قبل كذا حتى يتأكد أن هذا هو الطبيب بالفعل الذي ينبغي أن أتعالج عنده. بعدين بيروح عنده بيسمع كلامه وبيرتبط وبيأخذ الدواء وبيأخذ العلاج مثل ما يوصف للطبيب من غير ما يتفلسف أو يناقش بكثرة. طبعا مش عيب السؤال، مش عيب الاستبيان أو الاستيضاح، لكن كذلك عنده قناعة أنه هذا الطبيب إن شاء الله حيجري الله على يديه العلاج. هذا من حيث أمراض الجسد أحبتي. أمراض القلب كذلك، وإحنا في حلقاتنا وبرنامجنا كل الفكرة كيف إن نتخلص من الأمراض اللي بتجي لقلوبنا عشان نقابل ربنا بقلب سليم. المعول مو بس على البرنامج، على الدنيا كلها، كيف نخرج من هذه الدنيا بقلب سليم، يعني كيف نخلص قلوبنا من الحسد، من العجب، من الكبر، من الرياء، من كثير من الأمراض اللي تعترينا. كذلك كيف نخلصها من المعاصي، من الذنوب، من الخطايا، من الزلل، من الآثام. فمثل ما أمراض الجسد احتجنا لطبيب، كذلك في أمراض القلوب نحتاج لطبيب. ممكن نسميه طبيب قلوب. تعرفوا مين الطبيب هذا؟ طبيب القلوب هو الشيخ المربي، العالم العابد. انظر، أنا بقول شيخ مربي، عالم عابد، يعني لابد تكون عنده الصفتين. لا يكون فقط المسألة مسألة علم فقط، لا، مسألة علم وتزكية. عنده علم بالشريعة قوي، وعنده كذلك إلمام بطرائق التزكية والتربية، معالجة القلوب، كيفية طرد هذه الأمراض من هذه القلوب حتى يصير الإنسان إلى مولاه سبحانه وتعالى على قدم الصدق. الله سبحانه وتعالى يقول: واتبع سبيل من أناب إلي. والله سبحانه وتعالى أمرنا وقال: وكونوا مع الصادقين. هؤلاء نبحث عنهم بيداتنا وسنوننا، أين هم هؤلاء الصادقين عشان نكون قريبين منهم، لأن هؤلاء أصحاب الدلالة على المولى سبحانه وتعالى. هؤلاء اللي تتوالى الأجيال في ارتباطها حتى تتعرف على دينها، على شريعتها، حتى تتعرف على مولاها. لذلك صدق من قال: لولا المربي بعد ربي لما عرفت ربي. بعد فضل الله سبحانه وتعالى، لولا هذا المربي ما عرفت وصولي إلى الله سبحانه وتعالى. المعنى فيها، الأصل فيها، أنه لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته ورسالته ما عرفنا هذا الدين، ولا عرفنا الاتصال بهذه الشريعة السمحة. فالله أرسل لنا هذا الرسول حتى يبين لنا هذا الدين ونتعرف عليه. ثم بعد ذلك، لولا الصحابة ما تعرف التابعون على ما جاء عن رسول الله، ولولا التابعين ما تعرف تابع التابعين عما جاء عن الصحابة إلا من خلال التابعين. الشاهد أنها سلسلة إلى أن وصلت، والله سبحانه وتعالى يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، ولا يخلو الزمان ولا المكان من علماء أولياء أتقياء يستطيعوا أن يأخذوا بزمام القلوب ويوصلوها إلى علام الغيوب. يقول الإمام ابن القيم: فإذا وجدت مثل هذا الشيخ الغير غافل القائم بالسنة الذاكر لله فامسك بغرزه، يعني تمسك به بأشد ما يكون. إذا كان عنده إلمام بالسنة وعنده صلة حية، قلب ذاكر للمولى سبحانه وتعالى، يحتاج الواحد أن يتثبت إن هذا العلم دين. فانظروا عمن تأخذون دينكم. إذا أدركنا هذا الأمر، بعد ذلك عرفنا أنه ينبغي أن نأخذ عن العلماء الثقات، يترتب عليها حسن سيرنا إلى المولى سبحانه وتعالى. جاء رجل إلى النبي وقال: يا رسول الله، من خير جلسائنا؟ قال: الذي تذكركم بالله رؤيته.
في ناس لما تجلس معاهم يشغلوك عن الله، يقطعوك عن ذكر الله. في أناس لما تجلس معاهم يجمعوك على الله، يقربوك إلى الله، يذكروك بالمولى تعالى في علاه. يا محسن القلوب المتصلة اللي سبحان الله بعض القلوب أحبت عشان توصل الفكرة مثل كأس الماء، لما تسكب فيها الماء فيفيض الماء تسكب على من حولها، وكذلك القلوب المتصلة بالله تجد الرحمات تفيض على من حولها كذلك. وهكذا لما يتصل الإنسان بالشيوخ العارفين، بالشيوخ العلماء، يكون له هذا الحال كذلك. الحلقة والله يا أحبتي ربما أنا بحاول أوضح الصورة فيها قدر المستطاع، لكن ينبغي أن نأخذ بزمام الجد كما نهتم بأمراض أجسادنا ونبحث عن أطباء، ينبغي أن نبحث لقلوبنا عن شيوخ صادقين يدلون على المولى تعالى في علاه. لكن طبعا مهم مثل ما قال ابن عطاء السكندري: لا تصحب من لم ينفعك حاله ولم ينفعك مقاله ولم يدلك على الله حاله. هذا لا تصحبه، ابحث عن من يجمعك على الله ويدلك على المولى سبحانه وتعالى. ابحث عن العالم الزاهد المربي التقي الورع، وصدقني حتحصله، ما حيتركك، لأنه هذا بوابة من بوابات الأخذ بيدك إلى المولى. وحاشا للمولى تريد أن تصل إليه ثم يتركك. أنت كن واثق بالله سبحانه وتعالى، ألح على الله، أكثر من الدعاء، وقول يا رب خذ بيدي إليك أخذ المحبوبين لديك، ودلني عليك، وأوقفني على أبواب أهل الصدق، واجعلني كما أمرتني مع الصادقين، وحتوصل بإذن الله. اللهم آمين يا رب العالمين. اسجد لله، اسجد لله، اسجد لله.